بيصحى البلقاسي باشا وبيسأل عن الهانم فبيقولوا له لسه نايمة، فبيبعت يصحيها وبيجي سالم القط يسأل على رجب، فالراجل بيقول له تعالى له بعد الساعة 5، فبيقول له ليه يا عم مش دي فيلا البلقاسي؟ فالراجل بيتعصب جدا وبيقول له البلقاسي حاف كده؟ البلقاسي باشا يا بك. البلقاسي بيسمع زيطة بره فبيبعت حد يشوف فيه ايه، وسالم زنق الراجل بره وخد خد 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 ما تقع بقى يا عم هنبات هنا. بيدخل واحد تاني وبيفتح عليه مسحلقة بتاع فيلة تقريبا وعايز ياخد له دقنه، طبعا سالم بيضربه وصوت الضرب عبارة عن قذائف مدفعية. البلاسي مش عارف يفطر من القصف اللي شغال بره فبيبعت راجل تاني، وفجأة بنلاقي رجب هو كمان ماسك اتنين بيضربهم وحرفيا ضرب واحد ببطنه في راسه. البلاسي جاب اخره راح بعت كل اللي عنده حتى الشغالة. بيدخل منهم واحد على رجب بالفاس عايز يعزقه، وسالم بيكمل ضرب في الباقيين. رجب مش لاقي حاجة يضرب بيها فقرر يشيل واحد من الرجالة يضرب بيه، وابن البلاسي الصغير في جنينة الفيلا فاكر ان العيد جه تقريبا. صوت القصف عمال يتزايد فبتصحى الهانم، وبيدخل واحد ملثم ما تفهمش تبع مين، والدادة بتشيل الواد وتمشي، وفجأة بيظهر البهنساوي وبيقول بس يالا انت وهو، فبيسكته. بعدها بياخدهم عند البلقاسي وبيقول له تمام يا باشا قبضنا عليه. السرسار ده اللي عامل الدوشة دي كلها. المهم بيطردوا من الفيلا في النهاية، وبيجي له رجب والبهنساوي يحاولوا يقنعوه يسيبه ولكن بيصر على طرده. بعدها بيدخل حرامية كده ما تفهمش منين ولا ازاي اخطفوا ابن البلقاسي، فبيسمع رجب الصويت فبيفتح بوابة زمنية وبيتنقل للأنتريه. بيعمل حتة كده من بتوعه بيهشك الحرامي، ولكن البهنساوي بيضربه بدل الحرامي. فالحرامي التاني بيروح ماسك العيل الصغير وقال للبلقاسي شوف لما رجعت الناس اللي معدته السكينة دي هتخلص على الواد ده. بيتسحب سالم وبيمسك الحرامي يضربه وبيرجع الواد لحضن ابوه، ورجب بيمسك التاني وبيقول للبلقاسي تحب نقتلهم ولا ندفنهم في الجبل. فالبلقاسي افتكر نفسه بيخطب الجمعه وقعد يكلمهم عن حرمه الدم والقتل وختمها بآية قرآنية، بس في مشكله صغيره انه قراها غلط. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله قتلها الا بالحق. المهم زهقوا من رغي فسابوا الحرامي يمشي، وبتدخل بنت البلقاسي تقول له ما سبتهمش اقتلوهم ليه يا بابا، فبيقول لها ما تقوليش الكلمه دي قدامي، وبيفتكر وهو ماسك عسكري بيخنقه. البهنساوي بيروح للهلباوي وبيقول له انا عملت اللي عليا وسلكت لك السكه، رجالتك هما اللي اي كلام وما عرفوش ياخدوا الواد، وبيروح مديها زومبا كده وقايل له انا جيت عشان اقول لك ان البلقاسي هيدبح ابنك عشان اللي عملته مع ابنه. بيرجع بعدها للبلقاسي ويقول له ان العيال دول طلعوا رجاله الهلباوي، وانه بعت رجالتهم يجيبوا ابن الهلباوي يذبحوه. بيدخل عليهم رجب، والبلقاسي بيقول له عايز تسيب الشغل ليه؟ ما احنا هنشغل سالم صاحبك زي ما كنت عايز، ولا هي اي زيطه وخلاص. بنروح بعدها عند سالم وهو بيحكي قصه حياته لصاحبه. اول ما حوشت قرشين حطيتهم في عربيه نص ناقل، اشتغلت عليها سواق ليل ونهار، سددت قسطها اول باول من نص ناقل بينقل. بعد شويه عجبتني حكايه القسط، اشتريت للنقل الماتوره، والماتوره بعد شويه بقت تريلر، كانت احلى تريلر في الطريق. ليله سودا وانا ماشي تريلر اتقلبت وتلات معاه وراح كل شيء عمري. وبما ان محدش احسن من حد، الشحات مبروك بيروح حكي هو كمان. بعد ما سبتني بسنه ابويا اتقتل في مصر، نزلت ادور عليه لقيت مصر زحمه. يعني ابوك اتقتل نزلت تدور عليه ازاي؟ يعني كان تايه قبل ما يتقتل، ولا اتقتل وتاه، ولا ايه الحكايه؟ وبعدين ايه مصر زحمه دي؟ يعني كنت عايز تنزل تدور عليه في حته رايقه مثلا؟ بيدور حوار بين البلقاسي ومراته عن طريق التخاطر، وبنفهم من الحوار انها بتكرهه وشايفه انه السبب في موت ابوها. هو انت سبت حاجه تتقال؟ وساكته ليه؟ بتبلغني. البهنساوي بيجي يقول له ان رجب لسه عايز يمشي، وبنته بتدخل تقول له صالحه يا بابا ده هو اللي انقذ ياسر اخويا، وبيحاول البهنساوي وسالم يقنعوه ان هو يقعد، فبيقول لهم ان البلقاسي مش راجل صالح، وانه بيدور على الناس اللي بتموت وبيجمع معلومات عنهم وبيزور عقود ويسرق التركه بتاعتهم. بتروح بنت البلقاسي واللي واضح انها بتحب رجب عشان تقنعه ما يمشيش، والهلباوي بيقول للبهنساوي انه عايز رجب وسالم يشتغلوا معاه، وبيقول له حاول تغريهم بالفلوس. من لا شيء بعدها بتظهر عربيه وبتدخل في حيطه ابو الشقه فبتنفجر من ظهرها. رجب لسه مصر انه يمشي، فسالم والبهنساوي بيقولوا له انت مالك يا عم، ينصب ولا يزور؟ هو انت اللي بتعمل كده؟ ما تشتغل وخلاص. وبياخدهم البهنساوي وبيروحوا للبلقاسي وبيقرروا يكملوا في الشغل. مرات البلقاسي بتقول له انها عايزه تروح عند امها، وبنته بتقول له انا كمان هروح معاها، فبيبعت سالم ورجب معاهم عشان يوصلوهم. المهم بيقفوا عند مولد، ورجب وسالم بيبداوا يلعبوا، ولكن الوزن مش مكفي فبيحط لهم طفل فوق الوزن. البهنساوي بيطلع تليفون من جيبه ما تفهمش ده محمول ولا كابينه منتل. المهم بيكلم الهلباوي ويقول له انهم واقفين في مولد، وده الوقت المناسب عشان يبعت رجالته ويخطفوا الواد، ولكن الهلباوي بيبعت رجالته وتحرشوا ببنت البلقاسي ومراته بيلقفوهم لبعض، وبيدخل رجب يروح زيقهم كده وحادفهم بانسان من جنبه، وبتبدا معركه كالعاده، وبيكلم الهلباوي البلقاسي ويقول له شوف مراتك وبنتك بيتعمل ايه فيهم في المولد، وفجاه
تقوم بنت البلقاسي عشان تدينا محاضرة أو تقود مظاهرة مش متأكد. شويه في المولد وبيرجعوا على العربيات. بعدها البهنساوي بياخد رجب يوديه للبنهاوي اللي بيقطع لحمه نيه وياكلها على اساس مرعب وكده يعني، وبيعرض عليه ان هو يشتغل معاه، ولكن رجب بيرفض يخون الراجل اللي مشغله. في الهلباوي بيبعت رجالته وراه، ومش كل مره بقى هقول لكم انه ضربهم، انتوا اكيد بقيتوا عارفين. بعدها رجب بيسال البنهاوي انت تبع مين بالظبط، فبيقول له انا تبع اللي يدفع اكتر، وبتحصل حاجه في قمه العبث. فلوس لسه هبشها من الكرانش ده، فلوس يا رجب، فلوس فلوس اللي بزال النفوس يا رجب. طب يعني انت هترجع تلمهم، ولا انت مش محتاجهم، ولا في رقصة احنا مش شايفينها، ولا ايه؟ المهم بيحكي له ان امه ماتت عشان ما كانش لاقي حق الدواء، وقصة حمضانة كده. وبعدها بيروحوا للبلقاسي. انا خلاص مش هشتغل. يا عم ارحم اهلي وامشي بقى، يعني من اول الفيلم احنا في قصه الفيلم ان انت عايز تسيب الشغل تقريبا. المهم بيقولوا له ان البنهاوي بعت لهم يشتغلوا معاه وهم رفضوا. بعدها بنروح نلاقيهم واقفين في المطبخ، وسالم بياكل اكل صيني، ورجب بياكل سلطه من غير معلقه، وبهنساوي بيصب لهم الشاي، يعني ميكس حضارات غريب جدا. المهم رجب بيقول لهم انه عايز ياخد طربوه، فبهنساوي بيقول له عم فكك وكل عيش بقى، وبيبلغ سالم انه هيروح بكره البنك مع البلقاسي. مرات البلقاسي بتوقف بنته وهي نازله وبتقول لها تبعد عن رجب لان ابوها هو اللي قتل أبوه. ابوكي قتل ابوك، برضو قلت لها. شفت بقى الكلام يرضيكي كده انت؟ يجي سالم وهو لابس بدله بروسلي تقريبا عشان يوصل البلقاسي، ورجب بيروح معاهم، وهما ماشيين بتعطارد طريقهم عربيه وبتدور العركه. رجب بيحدف واحد كده من على العربيه، بس الحدفه جت ضعيفه شويتين، فبيكمل هو زحف ويعدي من على العربيه. فريد شوقي بيحن لايام الشقاوه، فبيقرر ينزل يتخانق هو كمان. يا ابني وبطلنا الحاجات دي من زمان. وبعدين ثواني كده، ايه البلطجيه دول؟ يعني هما كده متخفين يعني؟ المهم بيتعور رجب فبيسيبوهم ويطلعوا يجروا. بنشوف بعدها رجب بيشيل سالم يدخله العربيه، يعني هو مين اللي متعور يا جدعان، او هو ايه اللي بيحصل عموما؟ بيوصلوا البيت يا سيدي، وسالم وشه متخرشم، ورانيا بتغرق ايدها في دم رجب، فاكره خروف العيد وهتروح تعمل كف على الحيطه. هي بتعاني من صرع مزمن تقريبا. بيروح البلقاسي عشان يستلم اوتيل، بيقولوا انه اشتراه من واحد مات، وبتيجي مكالمه للهلباوي تبلغه ان البلقاسي استلم الاوتيل، وبيقول انه هيسيب له العمليه دي عشان ما يقطعش عليه في عمليه البحر الاحمر. بتروح فيفي تزور امها اللي بتموت، وبتقول لها انها عايزه تقول لها على سر قبل ما تموت ويندفن معاها. ما تسيبيه يا حاجه يندفن، هو الحوار ناقص عاك. بتروح فيفي لجوزها وتقول له انها عرفت انه عاصم البرجاوي وهربان من قضيه، وانها مش هتسيب حقها وحق ابوها. فبيكلم المحامي ويساله عن موقفه القانوني، فبيقول له ما تقلقش، القضيه دي من 28 سنة وسقطت. بنفهم بعدها ان السكرتيرة ومدير الفندق تبع الهلباوي بيخططوا عشان ينصبوا على البلقاسي. بنلاقي رجب وسالم قاعدين يلعبوا ريست، بس مش اللي هو العادي بتاعنا ده، لا حاطين مواسع على الترابيزة بحيث اللي يخسر يتبتر دراعه. الهلباوي بيكلم البلقاسي وبيقول له انه ساب له الفندق ولازم يسيب له هو كمان حاجة. بعدها بتيجي السكرتيرة للهلباوي وتقول له انها جابت له الورق اللي كان عايزه من عند البلقاسي. البلقاسي بياخد المحامي ويروح لمراته عشان يقنعها. يا ست مالك مزعلة الباشا ليه؟ هو ده المحامي ولا ابوها ولا كبير العيله ولا ايه حكايته؟ ليليان السكرتيره بتروح للهلباوي وتقول له لو ما خدتش حقي في الاوتيل هبلغ البوليس وهجيب رجلك انت والبلقاسي، فبيبعت رجالته ويخطفوا بنت البلقاسي. طب ما تقتل ليليان اسهل يا اسطى، ما انت كده كده مجرم يعني. المهم بيروح رجاله الهلباوي يضربوا رجب ويخطفوا رانيا. بيقوم رجب ويبص للشومه ويبص للسكينه ويبص للمشاهدين، ويروح بعد كده عند الهلباوي. وبما ان الفيلم اكشن فبيقرر يسيب الباب ويطلع من على المواسير، وزي اي مصري اصيل قبل الخناقه بيخلع القميص عشان ما يتكرمش، وبيمسك السكينه في بقه، وبيوصل ناس تبعه ومحدش يعرف هما مين ولا جم منين، وبتدور العركه. شايفين الحته دي بقى؟ اهو المخرج عملها مخصوص عشان المجرم يدخل منها. يا سلام. وبيبدا صراع رجب مع الهلباوي اللي طلع بيلعب هو كمان كونج فو او كاراتيه مش متاكد يعني، عشان ممارسي الفنون القتاليه بيزعلوا كل مره في الكومنتات. واخيرا بتوصل الشرطه. بالاسف يا فندم قبضنا عليه امبارح. بسهوله عادي كده خلاص؟ طب ايه لزوم العركه دي؟ ما كنتوا جيتوا خدتوا الهلباوي معاه امبارح. مبدئيا كده الفيلم من تاليف جمال التبعي وتصوير جمال التبعي واخراج جمال التبعي، واكيد بقى مش محتاج اقول لك ان الفيلم من انتاج افلام جمال التبعي. انت ممكن تقول الفيلم ده يعني بيناقش ايه او عايز يوصل ايه؟ الحقيقه انا ما اعرفش، فانت ممكن تروح تسال جمال التبعي. والحقيقه انا ما شفتش اي دعوه للحب ولا اي اعتراض على العنف، بس غالبا البنت بنت البلقاسي اللي كانت بتطلع تغني كل شويه دي هي كانت مطربه وقتها وعايزه بقى تعمل فيلم وبوم وتتشير والكلام ده، ولكنها قضت على مهنتها نهائيا. فلو في دعوه حلوه ممكن ندعيها كلنا للحب دلوقتي، هو انه يقوم بالسلامه بعد اللي حصل في الفيلم ده. وكالعاده ما تنساش قبل ما تخرج تعمل لنا لايك وشير وسبسكرايب على اليوتيوب، وزودوا في الشير شويه، زودوا في الشير شويه عشان الدنيا. يلا سلام، مش مهم، سلام.